عرب ملايح في العالمي وزير الصناعه والاستثمار والتجاره والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد البرتغالي السيد مانويل كالديرا كابرال يوم ثلاثاء بالرباط عن ارادتهما المشتركه في جعل تنميه الاستثمارات وشركة المقاولات في صلب مبادره تعاونهما المستقبليه وفي هذا الشأن أكد الطرفان خلال مباحثات أجرياها في إطار الدورة الثالث عشر للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى على ضرورة تحفيز التقارب بين فاعلي البلدين في قطاعات توفر بلا شك فرصا استثمارية وشراكة حقيقية بين المقاولات مثل ما هو الشأن بالنسبة لقطاعات السيارات ومعدات البناء والصناعة الدوائية وأعرب المسؤولان خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما تام لتميز العلاقة المغربية البرتغالية ونوعيه الشراكه الاقتصاديه وذلك كما يتضح خلال المعطيات التجاريه والاستثماريه مؤكدين ثقتهما حيال افاق الشراكه المستقبليه وذلك بالنظر خصوصا لمؤهلات كلا البلدين واوجه التكامل بين القطاعات الانتاجيه الاقتصاديه